والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. خذ النصوص واترك آراء الناس، لكن ستصبح غريبا بين الناس. اصبر، اصبر على دينك وعلى قول الحق، ولو حصل عليك ما حصل، تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. فالمتدينون كثيرون، ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل. انتبهوا لهذا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.